إن شاء الله الإعلام السوري يضل قادر أنه يثبت ويبرهن أنه هو على قدر المسؤولية وعلى قدر المرحلة اللي عم تمر فيها بلدنا الغالي سوريا. وإن شاء الله يا رب تكون الأيام القادمة خير على البلد. العام هو بألف خير، وإن شاء الله مزيد من التطور والتقدم والتألق. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، والكادر الإعلامي كله بألف خير، وإن شاء الله دائما من تطور لتطور أكبر تلفزيوننا بشكل دائم. كل عام وزملائي بألف ألف خير، ينعاد عليكم بالصحة والعافية ولمزيد من التطور والنجاح إن شاء الله. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، والتلفزيون السوري بألف خير، بيتنا الثاني وكل الكادر إن شاء الله تضل بألف خير يا رب. كل عام وأنتم بخير، وتلفزيوننا بألف خير، وإن شاء الله دائما بالعطاء المستمر والازدهار. أكيد بنتمنى أعوام سعيدة وأزمنة مديدة لتلفزيوننا الحبيب، وكلياتنا فخر بأنه نحن بلحظة من اللحظات بلشنا مسيرتنا فيه، وإن شاء الله طول الأيام بيكون هو حاضن للمواهب ومدرسة متعلم منها يوم بعد يوم. أولا هذا التلفزيون نحن اشتغلنا فيه سنوات طويلة، منعايد التلفزيون ومنعايد حالنا ومنعايدكم، ومنتمنى أنه التاريخ كلياتهم نجمعه ونخترع شيء جديد بتلفزيوننا. هلا لا غنى عن القديم، هو تأسيس أساسي، يعني لحد هلا بنشوف الأسود والأبيض الحلو، ونرجع بنقول كل عام وأنتم بخير مع الملون. وطبعا في مراحل حلوة مر بالتلفزيون فيها بكل الأوقات بسلبياته وإيجابياته، بس كانت كلها أعياد بسبب إحنا اللي صنعناه. طبعا صنعنا كتير شغلات حلوة.